الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا مستمرة، تحدياتنا متواصلة في هذا المساء الكبير في تحديات أشواط سن الحولي والزمول، حيث تنطلق هذه الأسماء، حيث تندفع هذه الشعارات بانطلاقة هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات التاريخية الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن التحدي الكبير في أشواط ختامي المرموم لعام 2024، حيث تنطلق هذه الشعارات، هذه الأسماء متنافسة من أجل شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو الناموس، ألا وهو الفوز والانتصار الغالي. 8 كيلومترات تنتظر هذه الشعارات القوية الكبيرة، وشوطنا العاشر أعلنت انطلاقته قبل لحظات، شوط خاص بالحول المهجنات، حيث أتابع وإياكم هذه الأسماء، أتابع وإياكم هذه الشعارات الغنية عن التعريف، أتابع مقدمة الشوط، أول الأسماء المنطلقة في شوط المهجنات، أجد جومانا، مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي على مقدمة الشوط، يقدم لنا جمانه على المركز الأول وجمانه على صدارة الشوط. المركز الثاني أتابع الشبابية، سعيد بن منانة الاكتبي يتحرك في هذه اللحظات، ينطلق بانطلاقة الشبابية بحضور هذا الشعار الكبير الذي قدم لنا في هذا الموسم المستويات الكبيرة كبيرة والمشرفة. بينما أتابع القدوم على المركز الثالث، حيث أجد أيضا هذا الشعار الذي لا يخفى على الجميع انطلاقة وحضور حياهم، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يتقدم، ينطلق في هذه اللحظات بانطلاقة حياهم على المركز الثالث بانطلاقة شعار الجنة جنرال، وما أدراك ما شعار الجنرال. بينما المركز الرابع أتابع القدوم، أتابع الوصول في هذه اللحظات انطلاقة الشايبة، أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان يتقدم عن المركز الرابع، يهاجم بانطلاقة الشايبة التي هي في ريعان شبابها. المركز الخامس أتابع القدوم، أتابع الوصول، وصل في هذه اللحظات، وصل هذا الشعار الكبير، وصل هذا الشعار التاريخي، وصل الشعار الاقتصادي ليقدم لنا زريق، وشعار سعادة فرج بن علي بن حمودة يتقدم، يهاجم مع هذه الأسماء، القدوم والوصول والتدخل والانضمام، الوصول من الشعار الاتحادي. يا هي أسماء، يا هي شعارات في هذا الشوط تتنافس بتنافس قوي. وصول الشعار الاتحادي في هذه اللحظات يقدم لنا الساعة، ومعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي يتقدم بانطلاقته وبحضوره بشعار الأسماء التاريخية والكبيرة ينطلق، وأيضا شعار بن دليوي يتقدم ينطلق بفنون، سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي يتدخل، شعار الوسمية، وما أدراك ما إنجازات وتاريخ الوسمية، يتحرك بن دليوي ينضم لكوكبة الأسماء، القدوم والحضور، الاندفاع في هذه اللحظات، الوصول في هذه الأثناء، القدوم كذلك من شواهين، ثامر بن سيف بن ثامر المرر يتحرك وينطلق في هذه الأثناء، يهاجم بشواهين، وصول وهجوم وتقدم في هذه الأثناء من شعار الواثق، يتقدم مع بابل، حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم مع هذه الأسماء، ينطلق مع هذه الشعارات. هذه المراكز العشر الأولى المتقدمة الحاضرة في هذه اللحظة.
العودة هناك من جديد إلى مقدمة شوط بعدما أن انتهى النداء الأول. انقضى النداء الأول للمراكز العشر الأولى وعودتنا إلى مقدمة شوط إلى شعار الشبابية. الشبابية على المركز الأول، الشبابية على الصدارة. أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة يتحرك بتاريخ هذا الشعار، بماضي هذا الشعار، بحضور الكبير سعيد بن منانة يتابع انطلاقات هذا الشعار التاريخي. ياهي من انجازات، ياهو من تاريخ كبير. يلاحق هذا الشعار شعار بن منانة على المركز الاول. ركز يا احمد، ركز يا احمد، يا بن سالم، يا بن سعيد، يا بن منانة مع الشبابية. المركز الثاني فنون، فنون، وبدأت بالفنون. سعيد بن سهيل بن دليوي يتحرك، من يقولون بأنه يدل دروب الرموز جيدا. ينطلق بن دليوي يتحرك بتحركات الشعار، بانطلاقة الوسمية، بانطلاقة كانطلاقات الوسمية. يتحرك راعي فنون سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي، بينما المركز الثالث تابعوا قدومي شواهين. ثامر بن سيف بن ثامر المرر يتحرك بدور، يهاجم على المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم نجم سهيل، وصلكم، قلت لكم يا اخواني. ياهي اسماء بهالشوط، ياهي شعارات بهالشوط. وصلكم بالرملي، وصل مع قطنة سهيل بالرملي بن محمد العامري يتقدم، ينطلق بانطلاقات شعاره. نجم سهيل بحضوره باندفاعاته الكبيرة، ياهي من تدخلات، يتدخل بهذا الشعار في الأوقات الحساسة. المركز الخامس انذار، وأول نداء الانذار عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري يتدخل بانذار، وصل مع هذا الانطلاق انذار القادمة. وقد أعذر من أنذر، يا المنصوري بدأ ينذر الجماهير بينما القدوم الوصول. وصلوها للخور، يتحركون للخور، ينطلقون بحضور ذي قار. معركة من أكبر المعارك بدأت تتحرك على أرضية الميدان، بدأت تتزلزل على أرضية الميدان. ذي قار وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وش هي علومك يا المغامر اليوم؟ وكل يوم يتقدم المغامر سعيد بن بطي الزعبي. يا سما، ياهي شعارات في هذا الشوط. ترعب والله ترعب، 1800 متر أخير، وتدخل المعالي بشعاره. تدخل المعالي ليسير إلى المعالي مع مصيحة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. يتدخل وشعار الخيارين قدم، شعار الظبي، شعار الظبي قادم في هذه اللحظات العنود. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين شعار هناك أيضا، قدم الأسماء الكبيرة والتاريخية. شعار الظبي وشعار الأسماء الكبيرة صايد الرموز. يتحرك ويتدخل، ولكن بن منانة، بن منانة على المركز الأول. بن منانة، بن منانة، بن منانة، 1200 متر يا راعي الشبابية. وصلوك للحول، وصلوك للمهجنات. يتحركون، ينطلقون، يبغون المركز الأول. يا بن منانة قطنة قادمة على المركز الثاني، ولكن بن منانة يفتح
يفتح الكيلومتر الاخير الشبابيه يا احمد يا احمد يا بن سالم يا بن سعيد يا بن منانا يا المتحدي يا الصغير على المركز الاول ينطلق بالشبابيه بدون اوامر بدون اي تعليمات تلعب على سماعه الجهاز ترقص على سماعه الجهاز الشبابيه وبالرملي بالرملي على المركز الثاني ولكن بمنانة من أجل الفوز من أجل الانتصار ينطلق بمنانة يقاتل ويحارب في الزمن القديم يقاتل ويحارب في الزمن الحديث ودائما هو بالانطلاقات الكبيرة المسند حضر على المركز الثاني يتحرك بانطلاقته ذي قار ولكن بمنانة طار بالشبابية وسلالة أسد الميادين وهذا أسد الميادين بمنانة مع الفوز مع التحدي أحمد بن سالم يا أحمد يا بن سالم يا بن سعيد يا بن منانة سلامي عليك وعلى هذا الفوز واللي له ماضي له حاضر يا أخواني كبير سلام على هذا التحدي والانتصار المركز الثاني كانت ذي قار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند المركز الثاني قطنه سيلب الرملي العام المركز الثالث نعم كانت قطنه المركز الرابع العنود منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين والمركز الخامس الفائزه حميد بن محمد بن معيوف العويسي تهانينا والناموس لجميع الفائزين تهانينا والناموس لبن منانه على هذا الانتصار احمد بن سالم سعيد بن منانة حضر بالشبابية انتزع ناموس الشوط بكل قوة وبكل جدارة منذ البداية وهي تسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول حتى أن انتهت به وخطفت ناموس الشوط بكل قوة سلام يا بن منانة سلام سلاماتنا إلى زعبيل وسلاماتنا إلى المتحدي الكبير وأيضا المتحدي الصغير أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة التوقيت الزمني 12 دقيقة 24 ثانية جزء واحد من الثانية سلام بن منانة سلام على هذا الفوز وسلام مرغم وأيضا سلام زعبيل المركز الثاني 12 دقيقة 26 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية ممثل هل الخور ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع ذي قار أحد المعارك الكبيرة حضرت في هذا المساء المركز الثالث 12 دقيقة 28 ثانية بدون أجزاء من الثانية كانت قطنة سهيل بن رملي بن محمد العامري تهانينا والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم.